شخصه قال له شخصي على حي قال له وين جيت؟ قال له شوف جو عند جو عند جو كي شاف الدروج قال له عند جو 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 في عمر سنين عام بغا يدير تأمين على نفسه. أيام قالوا له أنت كبير كيف دير تأمين؟ قال لهم غير يلعب بوا دير تأمين على نفسه. أيام قالوا له باك فاني عندك باك حي؟ قال لهم راه قالوا له غدوة ولي قال لهم مانيش شنو ولي غدوة عندي غير جدي. قالوا له جدك مازال حي؟ قال لهم راه قال لهم راه هو الحق موجود باغي موجود باغي يتزوج بصح هو ديما يتزوج. قالك ما معنى درس درس في كيرتو ما معنى تاعها دبر راسك ساعدني. قالك نهار واحد المعلم شخص تلاميذ قال له ديك سمو قال له سمو ابراهيم قال له استظهر لي صورة ابراهيم استظهر له كمان قال له ديك سمو قال له سمو ياسين قال له استظهر لي صورة ياسين استظهر قال له شخص الثالث قال له ديك سمو قال له سمو كوثر ماشي استظهر له صورة كوثر صغير. قال له ما الفوائد باش فوائد باش تعزز الرابطة بين التلاميذ تقوي حاسة الرغب وتقوي أيضا حاسة السمع. قالت نهار واحد عندها بقرة صورت لها كتابها قالت لها كتابني ما تخطيك كتابني اهرب بعد يجري كيف بس ما ينهش تقال لها سلوكي هذه بقرة شخص تاني قال لهم أين يوجد الذهب في الجزائر؟ قال لهم سيرت قال أنت قال في لي ثم قال لهم نهار واحد جاء واحد يجي في ودي قال لها وش كدير؟ قال لها في ودي قال عليه قال لها ما يجيش شنو قال له قال لها العدس واللوبيا والمقارون قال لها هو يا زمان تفرق لي مرة جاي من معسكر اي قالوا داروا قالوا شكون نديروا عند الشا داروا العود اي قال لهم الشوفير انا غامض كي عمر داروا اكسيد دخل 20 يوم هو بكوفه اي كي بدا يفيق حل في عيني تدار حلو راه مازال حلو راه مازال قال لهم تلقى واحد استاذ عنده بوش اي كان عنده طرشور كاين كان عندك طرشور كاين هي راح البوشي ولا الصبورة يجي يجبد الطرشور في أي كتب جبد له ولا عجاجة قال لك عندي أستاذ غادي قال لك عندي أستاذ غادي حاشا أساتذة هاي وقتها هيا قال لهم قال للتلاميذ قال لهم غادي فيكم يوم توقف وحدك قال لهم علاه كنت غادي قال لهم لا ما حشمتش تا بوحدك قال لك واحد عنده كراج تاع الجيش هي كانوا ما يبيضوا ولو ما يبيضوش قالوا له دخلها عليه صبها عليك كاليفورنيا هي كي يدخل قعد يضرب الريش يطير هي نهار زوج ولا هي كل الدجاجات حنا خمسة ستة كي يجي واحد يلقى واحد تاع الدجاج وعاد يضرب فيها تلقى لها هي بواحد بزناديك هذا هو قاعد يدي معك يجي المال بس يجهز يقطع الطيارة صح.